شوف، اول حاجه دعني انا اسميها باسمها. زي انت بتتكلم عن المطار الوطني والحركه الاسلاميه، هؤلاء لم يعد لديهم فرصه 1% ان يعودوا الى الحكم. الموضوع لو بقى مواطن سوداني واحد ما حيقبل ثاني بانه المؤتمر الوطني او الحركه الاسلاميه يعودوا ليحكموا، هم يعلمون ذلك. يعني استنزفوا البلد دي 30 سنه والناس ربما يغفلوا عنهم دقيقه، لكن كل ما يسخروا الناس بيتذكروا ما حدث خلال 30 عام. وبعدين هم ما مشوا باخوي واخوك، يعني ما لعبنا معاهم مباريات كوره غلبناهم طلعوا من الميدان. دي قتال 30 سنه، فيه شهداء وفيه ضحايا وفيه ناس اترفضوا من الشغل، في ناس اتسجنوا، في ناس اتعذبوا، في ناس اتشردوا في المنافي. المساله دي كلها موجوده في ذاكره الناس، يعني ما يفتكروا انها في خلال سنه اتنست، ما اتنست، موجوده. لذلك هم امكانيتهم انه يعودوا الى الحكم دي يعلمون تماما انها غير موجوده. طيب لماذا يفعلون هذا؟ ايوه يخربوا. هم ممكن ان يخربوا الفتره الانتقاليه. يعني يتسببوا باضرار كبيره للفتره الانتقاليه، هم يرغبوا، انا ما بتكلم انه ما عندهم رغبه، هم في فريق بين رغبتهم وبامكانيه تحققها. ايوه فردي فيهم ممكن يتخيل في يوم الايام انه ثاني يرجع يحكم يعني، وكانه البلد دي اساسا ورث هم ورثوها يعني.